اخبار اليوم. الرحمن الرحيم، كل سنه وحضراتكم طيبين، وانا الحقيقه سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم، وبتقدم بخالص الشكر للسيد الاستاذ الدكتور احمد زكي بدر وزير التنميه المحليه، والسيد الاستاذ الدكتور خالد فهمي وزير البيئه. بشكر المهندس حسام الجمل على التسهيلات الكبيره الحقيقه اللي قدمها لنا واللي اتاحت هذا اللقاء، ويعني انا مش عايز اثقل على حضراتكم ولا على معالي المحافظ اللواء كمال الداري، هو موجود معنا ومشرفنا. باختصار، احنا مش بنعمل فكره مش موجوده. فكره النظافه فكره، حملات النظافه فكره موجوده. الحلقه المفقوده الحقيقه هي تحميس المواطن العادي انه يشارك بنفسه، يبقى في نوع من المشاركة الشعبية مع أجهزة المحليات. لو بنتكلم ان في شركات او في جهات بتقوم بعملية النظافة، فالحقيقة في شكوى من عدم تحمس بعض المواطنين في مناطق كثيرة جدا للمعاونة في اكمال المنظومة. الهدف احنا بنطلق الحملة، بننظمها واحنا في شهر رمضان، وده اول لقاء رسمي. الحقيقة عملنا اكتر من لقاء، قعدت مع السيد الوزير احمد زكي بدر، واتفقنا على التخطيط المبدئي للحملة. احنا بنتصور ان احنا في خلال الاسابيع القادمة هننظمها، بحيث انها تبدأ يوم 16/7، السبت 16 يوليو المقبل لمدة اسبوع. فكرت الاول في شهر، ولقيت ان احنا بطبيعتنا بنتحمس يوم او يومين او ثلاثة، وبعد كده لو عملناها شهر مش هتحقق المرجو منها، ربما في اسبوع تحقق اكتر من كده. مسألة الاستدامة دي مهمة حضراتكم، مهمة اجهزة الدولة. الهدف ان احنا الناس بتشارك، بتبقى الحملة بتشمل جمهورية مصر العربية كلها، بتشمل عواصم محافظات، بتشمل المراكز، بتشمل المدن، وبتشمل القرى. الجهات اللي المفروض هتشارك فيها اعلاميا، اخبار اليوم هي اللي اطلقت الحملة، الحقيقة الصحف الخاصة وصحف قومية وشبكات تلفزيون خاصة بالاضافة للتلفزيون الرسمي، بحيث ان احنا نصل للمواطن. احنا مش عايزين نقفلها على اخبار اليوم بس، بنصل للمواطن عن طريق التلفزيون وعن طريق الديجيتال او عن طريق المواقع الاخبارية وعن طريق الصحف. بنقول له ايه الحملة وازاي يقدر يشارك فيها. متصورين ان في دور غير اجهزة المحليات للشباب ومراكز الشباب، دور للجمعيات الاهلية، دور للاتحاد الجمعيات الكشافة والمرشدات، دور للروتري واللاينز والجمعيات الاهليه اللي موجوده في كل مجتمع اهلي او في كل مجتمع محلي صغير. بنشوف جهات اخرى بتعاوننا في تقديم التسهيلات من خلال مستثمرين او رجال اعمال او شركات عامه تقدر توفر لنا بعض المعدات او الاشياء اللي هتساعد على انجاح الحمله. برضو عندنا، وده كان اقتراح من الأستاذ الدكتور أحمد زكي بدر، بالنسبة للجامعات وطلبة الفنون الجميلة، لأن هي الحقيقة احنا عايزين يبان شيء مختلف، مش مجرد ان احنا بنجمع قمامة وبتاخدها العربيات. انا فاهم انها مش في اسبوع احنا بنحل مشكلة النظافة، مش في اسبوع ان احنا بنعمل مصانع تدوير وبتنتشر، ودي مسألة عايزة استثمارات ضخمة جدا، انما على الاقل بندخل المواطن شريك في هذا الموضوع. بنخلي من خلال الحملة الاعلامية ان يبقى فيه مشاركة فعالة من كل شارع ومن كل حي من كل منطقة، والتقسيمات دي مهمة حضراتكم بالنسبة لقطاعات المحافظات ومع وزارة الشباب، وهي لحسن الحظ عندها الكشافة والمرشدات وعندها مراكز الشباب. عندنا هنعمل جلسة مع اتحادات الجمعيات الأهلية، مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية. أنا متصور إن احنا مجرد إن احنا نشتغل 4-5-6 أيام هنلاقي معاونة من أجهزة كبرى. يعني متصور مثلا ممكن يبقى فيه لو محتاجين أي تجهيزات أو أي أشياء أخرى مثلا من القوات المسلحة، أعتقد ده ممكن يبقى متاح، بشرط إن الناس تشوف حاجة موجودة وماشية على الأرض، ما نعتمدش في كل حاجة على القوات المسلحة. أنا الحقيقة كان ممكن إن نطلب وضع هذه الحملة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية أو تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء. أنا شايف إن دي تحت رعاية المواطن المصري.
ان احنا بنقدم شيء، احنا مش منتظرين في كل حاجه ان احنا نتلقى تبليهات او نتلقى رعايه، احنا المفروض نبادر. وده انا شايف ده دور الاعلام الوطني ودور المؤسسات الوطنيه ومنها اخبار اليوم، وهي مؤسسه مملوكه للشعب المصري. انا مش يعني شايف برضو انه ممكن يشارك معانا في التوعية شخصيات عامة وفنانين ولاعبين من خلال الافلام الدعائية او كده بالنسبة للبرامج. والحقيقة احنا الاسم المقترح للحملة هو حلوة يا بلدي، هنبتدي فيها في بعد ما نعمل الجلسات التمهيدية ونسمع حضراتكم ونشوف رأي حضراتكم. احنا مستعدين مبدئيا، احنا بنتكلم الحاجه اللي استقرينا عليها دلوقتي هي التاريخ 16/7، هيبقى بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وبعد انتهاء الامتحانات الثانويه العامه والجامعات، وهيبقى في نوع من الفراغ عند الشباب، وهيبقى ده يسبق بفتره كافيه عيد الاضحى المبارك. وانا متصور ان الاسبوع ده ممكن نثبته بعد كده، يبقى هو نقطة انطلاق، نثبته سنويا، يبقى نقطة انطلاق في كل سنة، ان احنا من يوم 16/7 كل سنة او يوم السبت الثالث من شهر يوليو في كل عام بنطلق هذه الحملة وبنكملها بعد كده. وعندنا تجارب ناجحة حضراتكم طبعا بتتذكروا في فكرة اسبوع المرور، كان بيحصل ان بيبقى فيه بيتشد الغربال وبيفضل مشدود فترة. مسألة الاستدامة وده أهم شيء، دي الحقيقة مهمة أجهزة الدولة، بندرس في وجهة نظر المتواضعة، بندرس كل تجربة بعد مضي الأسبوع نشوف سلبياته وإيجابياته وإزاي نقدر نستمر فيه، سواء بتوفير الأكياس، بتوفير المعدات، بتوفير السلال وأماكنها. أنا مش عايز أطيل على حضراتكم، وبشكركم جميعا على حضوركم وبتمنى التوفيق، ومستعدين نسمع أي آراء من حضراتكم في هذه الفكرة بحيث ان احنا نطور فيها ونحاول ان احنا نصل الى نتيجة افضل ما يمكن يعني.